اشتغل بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، لا تشغل نفسك بالحكم على فلان وعلان، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق في الأمور كلها، هذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك أن تسمع للأصاغر في الأكابر، أن تسمع للمتطفلين على العلم السفهاء الذين ينالون من طلاب العلم ومن العلماء الأكابر، ابعد عنهم، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم تماما.